فيديو النهاردة مختلف عن كل الفيديوهات اللي قدمتها قبل كده. أول مرة أعمل النوعية دي من الفيديوهات وعجبتني جدا. أمر هيك شوية في التصوير بس النتيجة والريزولت عجبتني قوي. رحلة عالجت فيها بشرتي من المنظر دوت للمنظر دوت وخلتها نضرة وناعمة أكتر، وفي نفس الوقت فتحتها كذا درجة، والأهم أني عالجت حاجز البشرة المتضرر بسبب عادات هقولكم عليها في الفيديو. اول حاجه الفكره جات لي لان بشرتي كانت متضرره جدا وما كانش عندي فكره الصراحه انا ممكن اعمل ايه. فكرت في حاجات كتيره جدا ولقيت ان انا ممكن ادخل لبشرتي 3 حاجات جداد وهمشيكم معايا لمده اسبوع. هحكي لكم كل واحده فيهم اتعملت ازاي وليه هي وليه مش حاجه تانية غيرها وطريقه استخدامها ومده قد ايه وكل حاجه بالديتيلز. ولو عجبتكم فكره الفيديو قولوا لنا ونعمل منها سلسله، بس قولوا لي مثلا ايه الماسكات اللي انتوا حابين نجربها لمده اسبوع. وخلينا نبدأ بالماسك التقليدي اللي على الطريقة الصينية التقليدية، مفيهوش أي حاجة تقريبا صعبة. هو هجيب لكم حاجة مثلا مش موجودة أو مش بتبقى موجودة عند حد. أول حاجة كان رز مصري عادي، استخدمت كمية كبيرة جدا، مستخدموش كمية دي يعني كفاية عليكم، أو مثلا 2 معالق 3 معالق ممسوحين حاجة زي كده. وهنحتاج العسل واللبن، وهقول لكم كل واحد ليه وإيه فوايده وإحنا ماشيين طول الفيديو. الرز غسلته 3 فوم، والفوم بالنسبه لي هو ان انا بحط ميه وافركه شويه عشان ادوب اي تراب او اي حاجه، وادلق الميه وبعد كده فوم تاني بميه جديده وفوم تاني، عشان في ناس مش بتفهم يعني ايه فوم، او يعني عشان اختلاف الاماكن والثقافات. اي حله عندنا نظيفه هنضيف عليها كميه الرز اللي انا ضفتها دي وكوبايتين. بصوا ما تقلقوش، احنا كده كده عاوزين الرز يبقى مش معجن، يبقى ضايع، عاوزينه اكتر من معجن، مش عايزينه مستوي بس. فضيفوا الميه اللي تعجبكم، يعني كده عاوزينه يتفرم جدا في الخلاط. انا هنا الكميه طبعا كانت كبيره جدا فقسمتها نصين، شلت النص التاني في طبق وحطيته في الفريزر. هرجع بقى للنص الاولاني هضيف له معلقه كبيره من العسل، ودي بقى الكميه اللي هي المفروض بتاعتكم او يمكن اقل كمان. ضيفوا كميه كبيره من العسل وحوالي ربع كوبايه اللبن دي كلها عشان هنحتاجها واحنا بنفرم. بصوا المعايير بتاعتكم في الاول وفي الاخر، المهم ان قوام الكريم اللي احنا بنعمله دوت او الماسك يكون كريمي خالص، ما يكونش تقيل على بشرتنا علشان نحاول يعني نستفيد بيه لاقصى درجه ممكن. انا ما كانش راضي يدور لما زودت له اللبن بقى بالقوام والتكتشر ده، ملمسه كان رهيب ناعم، حاسه ان انا عاوزه احطه كل شويه مش كل يوم، كان جامد بصراحه. فكان اصلا شيء محفزني ان انا اجربه. شلته في جار، انا كان عندي الطبق ده او البوله الصغيره دي كان ليها غطا كانت محكمه الغلق فحطيته فيه. اي جار عندكم برطمان بطرمان حسب ما تقولوه وحطوا فيه الماسك بتاعنا وشيلوه في التلاجة. من اول هنا ويبدا التحدي بتاعنا لمده 7 ايام. والترتيب هو ان احنا بنغسل بشرتنا عسل، وبعد كده بنحط الماسك لغايه لما بينشف خالص، واخيرا بنستخدم المسترايزر بتاعنا. خليني بقى اقول لكم فوائد كل حاجه من الحاجات اللي بستخدمها. اول حاجه انا شلت الغسول وحطيت مكانه عسل، مش عشان الغسول وحش بس عشان حاجز البشره فعلا مش بيبقى مستحمل انك تستخدمي الغسول مرتين، فكفايه مره واحده. ومن هنا عاوزه اقول لكم انا ليه بوظت حاجز البشره بتاعي بايدي. احكي لكم قصه قصيره حزينه. انا مرعوبه من فكره ان بواقي الاكل والدهون والصلصه حوالين الفم بتعمل دهون وبتعمل حبوب ورؤوس سودا ورؤوس بيضاء وكل حاجه تيجي على بالكم. فكنت كل ما اكل اقوم اغسل وشي بالصابون، ما هو مش هغسل وشي بالغسول اكيد، فكنت باخد صابون وبغسل بيه المنطقه دي وهغسل بيه المنطقه دي، لقيت شفايفي اسمرت حوالينها اسود كمان في حبوب كتيره. ما اعرفش ازاي ما جاش على بالي ان هو في هيدروكسيد صوديوم NaOH ودي صودا كاويه بقى، ما انا ما اعرف. وسبت بشرتي يا عيني تحبب وانا فاكره ان انا طب انا بعالجك اهو يا بنت الناس، فلا ما ماشي يعني الدبه اللي قتلت صاحبها. خليني اقول لكم ان بجد صابون من اوحش الحاجات اللي ممكن تستخدموها حتى لو كانت صابونه طبيه. تقريبا النهارده اكتر يوم حاسه ان بشرتي راقت فيه قوي، بلس ان ملمس الحبوب مش موجود. يعني النهارده اليوم الثالث في ريزلت كده، فانا متحمسه قوي ان انا اجرب، مبسوطه قوي من الجلو اللي بيبقى موجود طول اليوم. بشرتي بتاكسد استيل لغايه دلوقتي بتاكسد، مش عارف فيما بعد هل هتقل اكتر، بس اقل من اي مره انا مش بستخدم فيها الماسك ده كل يوم الصبح. هقول لكم بقى انا ليه اخترت العسل والمرطب دوت والماسك ده. انا حاطه العسل هنا عشان ما تقلقوش.
ليلة عسل لأنه مهدئ جدا للبشرة وفيه مضادات أكسدة وبينظف كويس جدا الدهون الأتربة، حرفيا هتنبهروا بأنه بينظف الدهون. أنا كنت فاكرة أصلا هيخليني بشرتي مدهننة، لأ بالعكس خالص، بيدي لمعة لطيفة جدا، بيدي ترطيب حلو جدا للبشرة. فالعسل بالنسبة لي كان جامد كغسول، وكمان لو هتسيبيه مدة 2 3 كده كأنه ماسك كان جامد جامد جامد. فحقيقي جربوا العسل ولو حتى مرة، هيعجبكم جدا كغسول. تاني حاجة، وهو الماسك اللي احنا عملناه، الرز مضادات أكسدة وبيعالج الشيخوخة والخطوط التعبيرية وبيدي نضارة جدا للبشرة وبيفتح لونها. فكمية حاجات مش طبيعية في الرز غصب عني لازم يا جماعة استخدمه. شايفين أصلا بشرتي في اليوم الرابع كان بدأت تنور قوي ويتوحد لونها، لأن أنا كان عندي اسمرار رهيب بسبب الصابون اللي أنا كنت بستخدمه. يلا ربنا يسامحني. تالت حاجة في الماسك وهي اللبن، واللي متابعني وعارفني من زمان عارف ان انا بحب اللبن جدا، لانه بيحتوي على المكشرات الكيميائية AHA الفا هيدروكسي اسيد و BHA بيتا هيدروكسي اسيد، ودول هتلاقوهم على القناة بتفصيلاتهم. بس عامة الاتنين بيساعدوا على ازالة الجلد الميت وبيوصلوا لطبقات جلد اعمق وبيقدروا يدوبوا كل الدهون اللي جوه. فجماعة اللبن جامد في الماسكات، واه الحاجات الطبيعية تحفة للبشرة، خصوصا لو انتوا عارفين كل حاجة فيهم بتعمل ايه وهتعمل ايه. انتوا شايفين بشرتي، انا اصلا كل ما اتفرج على الفيديو ده احس ان هو ايه ده، هي دي اول واحدة في الفيديو؟ طب بأمانة كويس، هتتبسطوا قوي بجد لو جربتوا الموضوع دوت، او جربتوا ان انتوا تمشوا على الروتين دوت كل يوم، هتحسوا بفرق كبير قوي في بشرتكم، حتى لو انتوا ما عندكوش حبوب او حتى لو ما عندكوش حاجز البشرة متضرر، مع ان اغلبنا في الصيف ده بدرجة الحرارة دي بشرتنا متضررة وتعبانة، بس بجد هتلاقوا نضارة وترطيب وبشرتكم حلوة جدا. بصوا بجد التجربة ممتعة وهتتبسطوا. كده خلصنا اليوم الرابع، فاضل لنا 3 ايام. انا متحمسة اكتر لان انا الحبوب اللي كانت في دقني اختفت بنسبة تقريبا 90% لما يتبقى غير الاثار، والاثار تدريجيا بتقل برضو في الملاحظة دوت، كمان في ترطيب كده وبشرتي ناعمة عن الاول صافية الى حد ما. ففاضل لنا 3 ايام واقول لكم الريزلت الأخيرة بتاعت التجربة دي. النهاردة اليوم الخامس، يلا بينا. وبما اننا وصلنا لليوم الخامس، فانا محتاجة اقول لكم عن ايه هي المكونات اللي موجودة في المرطب خلتني اشتريه عشان اعالج حاجز البشرة المتضرر. اول واهم حاجة النياسينامايد. النياسينامايد دي شكل من اشكال فيتامين بي 5، وهي بتعالج حاجات كتير جدا. النياسينامايد بتزود من تحفيز البروتين والليبيدز اللي موجودين في البشرة، وبالتالي بتزود من افراز مادة اسمها السيراميد بتعالج الخطوط التعبيرية وبتدي نضارة للبشرة مش طبيعي. تاني حاجة، بتقلل من افراز الدهون وده بيساعد على تقليل حجم المسام اللي موجود في البشرة. وسيرافي موسترايزر اللي انا بستخدمه فيه 3 اسينشال نياسينامايد. النهاردة اليوم اللي قبل الاخير، فانا متحمسة قوي لبكره، يلا بينا. تاني حاجة لازم تدوروا عليها في الكريم المرطب بتاعكم ان يبقى فيه مواد ترطيبية عالية زي بنسنول، الهيرونيك اسيد، وخصوصا الهيرونيك اسيد. الهيرونيك اسيد بيقدر يشيل 1000 من وزنه مية، فمش متخيلين هو هيرطب البشرة ويديها جلو جامد ازاي. فبرضو سيرافي كان فيه هيرونيك اسيد، ودي كانت جامدة بالنسبة لي ونقطة تحتسب له. ده كده كان اليوم السادس خلص، وهنبدأ بقى بكرة في اليوم السابع. وفي اليوم السادس دي كانت النتيجة، بشرة نضرة وشلنا كل الحبوب اللي موجودة في الدقن. ولو مش فاكرين ارجعوا شوفوها تاني عشان هي كانت رهيبة، ورطبت بشرتي وديتها الجلو اللي محتاجاه، وفعلا لجد دلوقتي بشرتي نشكر ربنا كويسة جدا. فبجد الروتين ده من اكتر الحاجات اللي فرقت في حياتي، وحاسة ان انا مش هقدر استغنى عنه. وعلى فكرة انا وقفت طبعا ماسك الرز لان احنا كنا متفقين انها تجربة لمدة اسبوع، بس انا مش قادرة اوقف العسل يا جماعة، معلش مش قادرة. واحتمال اعمل ماسك الرز تاني لمدة الاسبوع اللي جاي، الا ان ممكن استخدم ماسك تاني غيره، ومش عارفة برضو ماسك تاني ده احطه بالليل ولا الصبح. بس عامة الروتين ده كان روتين صباحي، فانا ما كنتش مغيرة اي حاجة في الروتين الليلي. طيب انا زي ما قلت لكم في الفيديو، انا الروتين الصباحي بتاعي كان الروتين دوت، بس الروتين الليلي انا ما كنتش بعمل فيه اي حاجة، يعني ما فيش اي حاجة فيهم من الحاجات دي. اول حاجة كنت بستخدم اصلا بقالي فترة ستارفيل كلينزر، وانا هقول لكم ريفيو كامل على كل الكلينزرز بتاعت البشره الدهنيه اللي استخدمتها الفتره اللي فاتت اللي هو الصيف اللي فات. انا عارفه ان الصيف خلص، بس يمكن يكون ريفرنس او يعني يفيد حد في الصيف اللي جاي، لان هما تقريبا بيبقوا هما الفورمولا بتختلف شويه، بس ستيل يعني
تقدروا تستخدموها كريفيو كامل. وبرضو في ناس بشرتها بتدهن في الشتاء فستيل برضو ايه تقدروا تاخدوها كريفيو. ده كده بالنسبة للكلينزر اللي انا كنت بستخدمه. بدأت استخدم الكلينزر ده بالليل بس، يعني ستار في الكلينزر بستخدمه بالليل، وباجي بعد كده برطب بسيرافي وشكرا، ده اللي بعمله كل يوم بالليل. ممكن لو في يوم حسيت ان بشرتي مرهقة جدا بعمل لها ريتشارج ماسك، كلمتكم عنه قبل كده في فيديو شورتس. بس انا كده تقريبا قلت لكم كل الديتيلز اللي بعمله الصبح بعمله بالليل، كل الفوائد اللي عملتها وكل الحاجات. لو حابين اي سؤال اكتبوه لي في الكومنت انا برد، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.